أهلا بكم مشاهدينا. إذا فعلا كما ذكرتم لازلنا متواجدون ببلاتو سيلا، إذا مع الحدث الثقافي أو هذه التظاهرة المتواجدة في معرض أو قصر المعارض الصنوبر البحري سيلا 2023 في دورته 26. إذا بدون إطالة أسعد اليوم باستضافة أصغر كاتب في سيلا، إذا السيد مدني المعتصم بالله واثق. أهلا بك. أهلا بك، معك ميدي المعتصم بالله واثق من مواليد 25 ماي 2009 بعاصمة الأوراس باتنا، كاتب وشاعر وعبقري. شكرا لك. إذا اليوم مسرورين جدا أنك متواجد معنا، أصغر كاتب في سيلا، جيت اليوم بإصدارات عديدة ومنشورات. حاضر هنا بقوة. ربما لو نتحدثوا الآن عن الإصدار اللي جيت به اليوم، اليوم جيت بإصدار أخير نقوله أنه اسمه الصغير هيراتي، يعني هو آخر إصداراتي ولي سابقا إصدارين، الأول بعنوان حكايات وعبر الذي ألفته عندما كان عمري 10 سنوات في فترة الحجر الصحي، وهو عبارة عن مجموعة قصصية هادفة موجهة للأطفال الناشئة، فيها الكثير من القصص وفيض الخيال. أما كتابي الثاني وهو أكبر وأول مشروع نهضة قرائية في ولاية باتنا في المكتبة العمومية محمد حمودة بن ساعي فضاء الأطفال، بعدما رأيت أن أمة اقرأ لا تقرأ، حاولت إذن إصلاح ذات البين بين الطفل والكتاب، فقمت بتدريب أطفال في أبهى تجلياتهم الطفولية حيث يظهر فيهم الأمل لاكتشاف المجهول. قصدت من خلال هذا المشروع الناجح إلى تكوين عادة القراءة. قبل ما نروح للمشروع الناجح ديالك، يعني المشروع هو كان أول كتاب، مشروع النهضة اللي تكلمنا عليه قبل نعم بداية التصوير، يعني سابقة أولى في ولايتي. قبل ما نروح لهذا المشروع نتحدث قليلا حول الإصدار الأخير ديالك هيراتي أو صغير هيراتي. يعني كتبته وهو آخر إصداراتي، أصدر في أكتوبر سنة 2023 5 أكتوبر، وهو هو عبارة عن قصة، يعني هي هادفة أيضا. كتبته قصد أن أنبه الأطفال بأن الله سخر لنا الحيوانات وخلقها لأجل خدمتنا، وهذا لا يعني علينا أن نعذبها أو في بعض الأحيان نزيق أرواحها، فهي موصلة للنار وموجبة لعذاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. نعود نرجع فقط للمشروع الأول ديالك، هو قلت لي أنه مشروع النهضة كان أول عمل ليك وأول مشروع كذلك. نعم، وهو أكبر مشروع نهضة في ولايتي، حيث قمت بتدريب أطفال ناشئة في أبهى تجلياتهم الطفولية حيث يظهر فيهم الأمل لاكتشاف المجهول. قصدت من خلال هذا المشروع الناجح أيضا إلى تكوين عادة القراءة المثمرة المنهجية باعتبارها اللبنة الأساسية والأولى لتكوين أشخاص ناضجين قادرين على العمل والتفكير الإيجابي. شيء جميل جدا، ولو أنه مشاهدينا أنه البرعم هذا في عمره 14 سنة 14 وتقرأ، يعني سنة الرابعة متوسط. لذا كذلك هذا المشروع هو عبارة عن ورشات حضورية، الأولى منها كانت قرائية، ثم توجهت بالبراعم إلى ورشات كتابية كتابة القصة الصحيحة. طيب، هذه المجموعة من الإصدارات وهذا الكتب، يعني ما شاء الله وأنت في هذا السن، هل ميديني ربما يعمل بالإبداع الخيالي، إبداعه الخيالي، أم تقتبس من قصص أو حكايات أو ربما من يومياتك؟ نعم، أولاً أنا العمر ليس حاجزاً لي لإبداعاتي، في الوعي في العقول وليس في الأعمار، فالأعمار عداد لأيامك، بينما العقول هي خلاصة فهمك وقناعتك للحياة، والحياة لا تبدأ بالولادة بل تبدأ بالوعي، ولا تنتهي بالموت بل تنتهي بانطفاء الروح. ولكن هذه الكتب الحاضرة معنا في هذا المنبر الشريف في قناة الحياة هي من تأليفي من وحي خيالي. معتصم بالله، أنت اليوم في السنة الرابعة متوسط، كيف يوفق هذا التلميذ النجيب بين الدراسة وكتابته في الروايات والكتب؟
هو يعني أمر بديهي، يعني الدراسة لها وقت محدد والقراءة لها وقت محدد، وأن الدراسات العلمية أثبتت بأن القراءة الناجحة والمثمرة تكون في بداية اليوم أو في آخره مساء. وأما كتاباتي حيث تأتي لملكة الكتابة فأبدأ بالكتابة. مبتسم بالله، ربما ما هي الرسالة التي دائما تحب أن توجهها إلى القارئ من خلال هذا الكتب؟ لدي رسالة هامة إلى الأطفال باعتبارهم لبنة المجتمع، وهم أساس المجتمع بل المجتمع كله. يعني يجب عليهم أن يكونوا أصحاب عزائم، أصحاب إرادة وقوة وعزيمة. عليهم أن يكونوا أن يحلقوا بأجنحتهم إلى النور ليضيئوا رحب هذا الكون بإبداعاتكم. كونوا كلوحة الفسيفساء تكملون بعضكم بعضا، ولكل منكم دوره وأهميته في الحياة، ومن سار على درب العلم وصل. اجعلوا من القراءة روتينا لكم، أدخلوه في حياتكم، فالقراءة هي مقدار ومقياس تقدم الشعوب. كونوا غيروا من أنفسكم، فالتغيير يبدأ منكم ثم إلى المحيطين بكم ثم إلى المحيطين بهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طيب، شكرا لك، يعني جميل جدا أن نرى مثل هذا البرعم يعني حاضر اليوم بإصدارات مثل هكذا، وخاصة في كتاب سيلا يعتبر هو هو أصغر كاتب. إذن أعود إليك، هي بداية لمسيرتك الإبداعية كذلك والأدبية والتي اكتشفتها الأم الفاضلة بالنادي هنية، نحييها يا حضرة معنا الآن باعتبارها أستاذة فلسفة وأم، وهي التي صقلت موهبتي، وأحيي من هذا المنبر. وكذلك أحيي الأب ميدني سليم من هذا المنبر، درعي وسندي الحامي الذي كان يختار لي الكتب اختيارا خاصة، إلى أن وصلت في فترة الحجر الصحي إلى حوالي 400 كتاب. ربما لو نتحدث الآن معتصم بالله، كيف أو ما هي أحلامك؟ ما هي أحلام المعتصم بالله وأنت الآن في بدايتك، في بداية مسيرتك الأدبية والإبداعية خاصة؟ نعم، أريد أن أصبح عالما ساطع النور كالنجم، لأقود وأسود أمتي المستصرخة ومعتصمة، ولكن سأنبي نداءها هذه المرة بقوة القلم لا بحد السيف، فإن الكاتب سلاحه الأول هو القلم والورق، وذخيرته هي الكتب والقراءة. شكرا لك معتصم بالله، كلمة أخيرة توجهها عبر قناة الحياة الجزائرية وأنت الآن اليوم حاضر ببلاتو سيلا. نعم، كلمتي موجهة إلى الآباء، لا تقتلوا إبداع أبنائكم، لا تنسوا أنكم كنتم في صغركم أطفالا، لذا لا تقتلوا إبداع أطفالكم. انظروا إلى هذه مقولة ويليام جيمس الفيلسوف الأمريكي عندما سأله ابنه كونوا مثل ويليام جيمس، فأجابه يا بني إنني دائم السفر والتجوال، لألقى الفلاسفة والأدباء والمفكرين من كل عنصر ودين، غير عابئ بحدود جغرافية ولا فترات زمنية، فأنا أصغي بواسطة الكتاب إلى الأموات القدامى كما أصغي إلى الأحياء الذين تفصلني عنهم مسافات شاسعة. هنا الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس وضع الكتاب على أساس أنه عمل له، حيث أنه حبب الكتاب لابنه. كونوا حاملي رسالة، كونوا أصحاب رسالة، ليس على الكاتب فقط هو أن يحمل رسالته، بل أنتم أصحاب رسالة، كما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب على الأب أن يكون أو الأم أن تكون حاملة رسالة، فهي ستحاسب على ما ولدت. الإنجاب، وهذه دائما قاعدتي، الإنجاب اختياري ولكن التربية أساسية. فالأبحاث والدولة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكون هنا أسرة جديدة متزوج جديد يقومون يعني هناك وثائق
يذهب إلى المكتبة العمومية ليقدم وثائقه على أساس أن يعطوا له قصصا وكتبا للتربية الصحيحة والتنشئة الصحيحة للطفل. فيربى الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية على الكتاب قبل أن يربى على الإنترنت أو أشياء أخرى، أو يربى حتى على طريقة التعليم في المدارس. شكرا لك معتصم بالله. إذن شكرا لك على كل هذه أو كل ما تقدمه للأطفال الجزائريين وكل ما تقدمه للمجتمع خاصة. بدور كذلك أحيي الوالدين الكريمان اللذان يقف عليك معتصم بالله. إذن أحيي كذلك ابنة خالتي باعتبارها أختا لي عفار انتراح، والمخرجة لكتاب الأخير صغير هرتي. نحييهم كذلك. إذن مشاهدينا كان معنا مديني المعتصم بالله وثاق إذن أصغر كاتب بالمعرض الدولي للكتاب سيلة في دورته 26، وخصيصا كان معنا اليوم في بلاتو سيلة. عودة لكم من جديد.